بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأكرمين. سنرى اليوم ثاني الطرق في كيفية تعقيل الأشجار بالعقل أو ترقيد العقل. حاجتنا في هذا الأمر إلى الرمل الخام وكيس بلاستيكي. نبدأ أولا في تحضير الرمل بإشباعه بالماء بكيفية جيدة، لأننا لن نعود إلى سقي العقل، سنتركها داخل الكيس حتى تتم مرحلة التبرعم في الأغصان. سنضع كطبقة أولية من الرمل في الكيس بشكل متساوي كقاعدة. سنحاول أن ننظم العملية بترتيب العقل على شكل حزم متفرقة ليسهل تحديد كل صنف وإخراجه بسهولة عند تمام عملية التبرعم. وكعوامل مساعدة في ضمان تعقيل جذري سليم، مراعاة عدم تلقي العقل للضوء في الوسط الذي ستتواجد به. لا بد من أن يكون معتمل لتحفيز الجذور على النمو بقوة، وهذا يعني وضع العقل بداخل الرمل تماما، ولا يجب أن تلامس الكيس. نضع الكمية المناسبة كطبقة، ثم نطمرها بالرمل. ويمكننا تكرار العملية على شكل طبقات، طبقة رملية وطبقة من العقل. ولا يجب وضع كمية كبيرة من العقل دفعة واحدة لنتفادى حدوث فراغات هوائية لم تملأ بالرمل، وستتسبب لنا في فشل العملية. وشيء آخر، وهو يلزم خلو الرمل المستعمل من أي مواد دبالية أو مخصبة أو أسمدة كيفما كانت، لأنها ستتحول إلى عفونات تقتل الأغصان. أما التوقيت، نبدأ في هذه العملية بالنسبة للأشجار النفضية التي تسقط أوراقها مباشرة بعد الخريف وتمتد طيلة موسم الشتاء حتى بداية فصل الربيع وتبرعم الأشجار. أما الأشجار الدائمة الخضرة فيكون من الممكن القيام بترقيد العقل أثناء فصل الشتاء، وأحسن الأوقات هي عند بداية فصل الربيع حتى منتصفه. ويمكن أن تطول المدة في المناطق الرطبة ومعتدلة الحرارة حتى في فترات من الصيف. وأهم العوامل البيولوجية الدافع للقيام بهذه العملية هي الحاجة لمجموع جذري قوي تعتمد عليه الأشجار لمواجهة الظروف البيئية المتغيرة. فتعتيم المحيط للعقل هو ما يدفعها لتكوين مجموع جذري في مراحلها الأولى دون القيام بالتبرعم، لذا فهي توجه كامل الاحتياط إلى الجذور. بعد تمام ترتيب الأغصان بداخل الكيس، نقوم بربطه جيدا ووضعه في مكان دافئ معرض للشمس لمدة طويلة خلال اليوم. أما كيفية مراقبة العقل فيتم ذلك عند بداية الدفء وتغير درجات الحرارة أو ظهور البراعم في الأشجار. نكشف عنها ونراقبها، وبهذا ستبدأ مراحل أخرى سيتوجب علينا التحضير لها عند بداية ظهور العلامات الأولى لخروج الجذور من العقل، وهذا سنتطرق له بعد توضيح الطريقة المتبقية بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.